السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة أم صابرين. مرحبا بكم مرة أخرى، عيدكم مبروك، تعيدوا تعودوا إن شاء الله باش نتمنيتوا إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى بالناس الجداد والناس القدام. بالنسبة للناس الجداد كنتمنى إن شاء الله ديروا أبوني للفيديو ديالي، القناة ديالي، ونتمنى إن شاء الله ديروا لي لايك. ومرحبا بكم مرة أخرى، نخليكم إن شاء الله مع الفيديو ديال هاد النهار. هذا نهار زوين، صورت لكم جريبة صغيرة ديال الوليدة ديالي. فغادي نقدم معكم هاد النهار مخمر اللي كيجي مورق، كيجي خفيف، كيجي رائع، غنتمنى ان شاء الله يعجبكم. فيه بالنسبه للمقادير ديالو، فيه دانونه، دانون طبيعي، وفيه ملعقه ديال الخميره وملعقه ديال الملحه، ملعقه ديال السنيده. بالنسبه للدقيق فيه خميره، فيه بالنسبه للدقيق عفوا، فيه مع الاخر زلافه ديال الكينو، وفيه زلافه ديال الفورس. بالنسبه للعجين كنعجنوا بالماء دافي، كيجي كما كتشوفوا هكا، وكنخليوه يرتاح واحد 5 دقائق، وكنزيدوا له العجين وكنقطعوه على شكل دائرات، كنخليوه يرتاح 5 دقائق مره اخرى، كنخليوه يرتاح. وغادي نسرحوه ان شاء الله بالزبده والزيت اللي كنذوبو. بالنسبه للزيت، الزبده انا دايره ديك الزبده ديال الكوطه، كتجي المذاق ديالها زوين. وكنسرحوها بحال هكا، وكنورقوها هكا، وكنديرو الزيت والزبده، وكنفرقو بالفينو. وغادي نحميوها على جوج ونخليوها ترتاح، ونلويوها على شكل مسمن دائري، ونخليوه كذلك يرتاح 5 دقائق. من بعد ما غادي يرتاح لينا العجين ديالنا، غادي يرتاح لينا المخمرة ديالنا. هذا هو الشكل ديال المخمر ديالنا بعد ما لويتو وخليتو يرتاح، باش غادي يكون ساهل في التوراق، يعني في التكراس. قرصت بحال هكا ورشيت المقلة بالزيت ورميت المسمنة ديالي، كنقلبوها حتى كتحمر لينا، وكنقطعوها مع الزبدة الجلدية وبالصحة والراحة. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. هيا صبرين راه صبرا، عرفتي ليك. مرحبا بكم مرة أخرى. ماما